أنا ما حضرتش الخدمات الجامعية سكيكدا ضمن سبعينية الثورة التي تقدس وتمجد الثورة التحريرية من الفاتح نوفمبر 2024 إلى 2025 بأن لنا أيضا طلبة يحملونها وبين خدمات ما كانش فرق نكون أوفياء لتلك الأرواح الظاهرة الوطنية أن يجاهد بيتهم صالح عضو بالحق ومتلائم ولا تخاف أي شيء. تم اليوم دعوة مجاهد كبير معروف على الساحة الوطنية وهو المجاهد والسفير محمد الرئيس. هذا النشاط يدخل في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لاندلاع الثورة أول نوفمبر. اليوم بدعوة جميع الأسرة الثورية والطلبة والتنظيمات الطلابية وأعضاء المجلس الولائي أعضاء المجلس الولائي ورؤساء اللجان بعض مدراء تنفيذيين اليوم حضرنا تنشيط من قبل المجاهد الكبير محمد الرئيس ليعطى صورة تاريخية عن ثورة أول نوفمبر. إحنا الثورة الجزائرية عندها أهداف كثيرين وموجودين حتى في داخل الجزائر، لكن طلبة الملتزمين ليمنوا بالثورة ويمنوا بالجهاد وبالشهداء يتحدوا هذه الصعوبات ويبرهنوا باللي الجزائر بالأمس واليوم وغدا تكون أقوى قوة في المغرب العربي وفي العالم العربي وفي إفريقيا وفي العالم الإسلامي، وهي جديرة بذلك بفضل أبنائها وبناتها اللي يحبوها ويحبوا لها الخير. السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. أثمن المجهودات الكبيرة التي يقوم بها إطارات المديرية العامة للخزينة بدءا بصدور القانون 23/07 متعلق بتسيير محاسباتي. إن تواجدنا اليوم في هذا الجمع الكريم يهدف إلى بعث ونشر ثقافة مؤسساتية عصرية تكرس مفاهيم وأطر حديثة في التسيير المالي والمحاسبي. ونرحب بهم في هذا اليوم الإعلامي والدراسي حول موضوع إصلاح المحاسبة العمومية. نرى الإطار المحاسبي الجديد ثلاثي الأبعاد، سي لا نوفيل كونتابيليتي تري ديمونسيونيل، هذه هي لا نوفوتي تاع لا كونتابيليتي. دونك السياسة العمومية كانت في صلب أهمية في صلب الأولويات المتعلقة بتعزيز الحوكمة وتكييفها. اليوم حضورنا للخزينة بذكرى 2024 المتعلق بإصلاح المحاسبة العمومية على ضوء القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، خاصة القانون 18/15 والقانون العضوي 23/07 المتعلق بإصلاح الميزانية والمحاسبة العمومية. ملتقى اليوم الهدف منه تعميم قانون 23/07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي. الهدف الرئيسي هو توضيح أهم التدابير التي أتى بها القانون الخاص بالفاعلين في مجال النفقات العمومية، أخص بها تسديد النفقات وتحصيل الإيرادات. ط
طرقات تضررت عبر العديد من بلديات الولاية خلال التقلبات الجوية الأخيرة، حيث باشرت السلطات المحلية لبلدية المعضيد عملية فتح الطرقات والمسالك الفرعية المؤدية إلى القرى والمداشر التي كانت مغلقة بفعل الأوحال والسيول التي اجتاحت مدينة الحمادين، حيث تم تسخير مختلف الآليات التابعة للمؤسسات الخاصة وبمشاركة أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمعضيد بآلية لإزالة مخلفات الفيضانات على مستوى طريق الجفين جعون الغيل البيرة والمحصب. نشكر السلطات حلت الطرق وحلت الويدان، وهي مع الأرياف يعني تدور على المناطق، حي السمير حي الزرايف يعني راها رايحة ثاني تخدم. نشكر الدرك الوطني والحمد لله وشكرا والسلام عليكم. إذن على إثر الكارثة الطبيعية التي حلت بولاية المسيلة وببلدية المعاديد خصوصا، تدخلنا فورا مع السلطات المحلية وكذلك المواطنين لفتح الطرقات وكذلك تصريف المياه، كما نشكر كذلك أصحاب المقاولات الذين قاموا بإعطائنا وتزويدنا أو تمويلنا بآلات لفتح الطريق اللي هي قريب 6 أو 7 اللي هي آلات الحفر وكذلك للشجور. هذه الساعة ولحد اليوم ما زلنا نفتح في الطرقات، وخاصة في الطريق الجبلي الذي يربط بلدية المعاديد بمنطقة أولاد سيدي منصور عبر طريق الصريش. مديرية الأشغال العمومية أخذت جميع النقاط التي دهمتها المياه من جسور وكذلك وديان صغيرة لدراستها وإعطائها بطاقة تقنية، كما أمر السيد الوالي مدير الأشغال العمومية بأخذ بطاقة تقنية لجميع هذه النقاط حتى تقوم السلطات بدراستها.